هنا أنا شنو هي الخطوة الخامسة؟ خطوة كلش بسيطة، إنه هو الأرجينين، الأرجينين راح يتعرض إلى إنزيم اسمه أرجينيز، راح يتحول إلى شنو؟ إلى أورنيثين وإلى يوريا. هي هاي اليوريا اللي إحنا دريد نحصلها، أوكي؟ اللي هي على أساس سميناها دورة اليوريا. فمركب الأرجينين اللي حصلناه من الخطوة الرابعة راح يتحول إلى شنو؟ إلى أورنيثين ويوريا. هذا الأورنيثين هو اللي راح يبلش لي أول خطوة. يعني أنتوا شوفوا هنا كان عندكم هذا الكاربومايل فوسفيت، تحول الى شنو؟ تحول الى اورنيثين، الاورنيثين الى سترولين. اوكي، السترولين طلع خارج الميتوكوندريا، صار ارجينين سكسينيت، وراها صار ارجينين، والارجينين مرتلخ رجع نطاني يوريا واورنيثين. هاي الاورنيثين راح ترجع مرتلخ تدخل الى الميتوكوندريا وتخلي الدوره تعيد نفسها. بكل بساطه ليش ترجع تدخل الى الميتوكوندريا؟ خلي التفاعل يصير بالسيتوبلازم، لان هنا ايش دا يقول لي انه هذا الاورنيثين اذا بقى بالسيتوبلازم فهو راح يكون مثبط لانزيم الارجينيز اللي هو اصلا جاي يكون لي اليوريا، لذلك لازم يرجع الى داخل الميتوكوندريا ويعيد الدوره نفسها. بيقول لي انه الارجينيز هذا فقط نلقاه بالكبد، لذلك عمليه تصنيع اليوريا فقط تصير بالكبد. يعني مثلا اول اربع خطوات دوره اليوريا تصير بكل خلايا الجسم، بالكبد، بالكلى، بالدماغ، بالقلب، لكن آخر خطوة اللي هي عملية تحويل الأرجينين إلى يوريا هذه تصير فقط بالكبد بسبب وجود إنزيم الأرجينيز فقط بالليفر، فقط بالكبد. أوكي، زين. ويقول لي هنا تتباين مستويات تكوين الأرجينين من يعني من نسيج إلى آخر، لكن اليوريا فقط وين أقدر ألقاها؟ أقدر ألقاها بالكبد بسبب وجود الأرجينيز فقط عندي بالكبد. زين، هسه هنا خلصنا احنا دورة اليوريا. بكل اختصار كاربومايل حصلت عليه من امونيا HCO3، كاربومايل فوسفيت، ورا هذا الكاربومايل فوسفيت تحول الى شنو؟ اندمجت ويا الاورنيثين تحول الى سترولين، السترولين تحول الى ارجينوسكسينيت، الارجينوسكسينيت تحول الى ارجينين، والارجينين المحصله النهائيه انطاني يوريا واورنيثين، والاورنيثين يرجع يعيد العمليه من جد وجديد. هسه نجي دي يقول لي اني هذا طبعا هذه الاربع اسطر حذفوها لان هذا اختصار. دي يقول لي اني مقابل كل جزيئات يوريا دا اصرف مقابلها 3 جزيئات ATP، فهنا انا فقط باعوا لي على هذه المعادله. هذا دي يقول لي ملخص للخمس خطوات. انتوا عندكم امونيا وهاي اللي قلت لكم راح اذكر لكم اياها بعدين، اللي هي كانت اول سطر بالملزمه، انه انا عندي امونيا وثنائي اكسيد الكربون والاسبارتيت، ايش راح تنتج لي؟ راح تنتج لي يوريا، لان احنا قلنا اليوريا عندها جزيئتين نيتروجين، واحده تاخذها من الامونيا واحده او تاخذها من الامينو اسيد، والثانيه من تاخذها؟ تاخذها من الاسبارتيك اسيد. فهي هاي هنا أنا عندي امونيا وعندي اسبارتيت. اوكي، وهذا الاي تي بي هم قلت لكم انتبهوا عليه، لان بالخطوه الاولى انتج لي اي تي بي وانتج لي بي اي، وبالخطوه الثالثه انتج لي اي ام بي وانتج لي 13 فسفور. زين، هسه عملية تنظيم دورة اليوريا، شلون بدها تتنظم أنا عندي دورة اليوريا؟ دي يقول لي إنه أول تفاعل راح يتم تحفيزه، هاي دي يقول لي إنه الخطوة الأولى، قلت لكم الخطوة اللي تتحكم بسرعة عملية تكوين اليوريا هي من هي؟ هاي الكاربومايل فوسفيت سانيثيز والان اي جي، هذه أول خطوة هي كانت تتحكم بسرعة تكوين اليوريا. ليش؟ هنا أنا بدي أراجع مرتلخ، دي يقول لي إنه الان اي جي اللي هو الان اسيتايل جلوتاميت، مين ينشأ؟ ينشأ من جلوتاميت اللي هو النون اسينشال امينو اسيد، الامينو اسيد اللي مو كلش يحتاج الجسم بس يصنعه، ادمجه ويا الاسيتال كو اي راح ينطيني ان اسيتال جلوتاميت. هذا الان اسيتال جلوتاميت راح ينقسم الى نوعين، راح ينقسم الى نوع مصنع اللي هو السانيفيس، وراح ينقسم الى نوع مثبط. هنا ايش دا يقول لي؟ دا يقول لي انه اني اذا ارتفعت عندي نسبة الارجينين، اوكي، ارتفعت عندي شو يسموها، ارتفعت عندي مستوى البروتينات اللي الانسان ياكلها من خلال الوجبة، فهذه الانزيمات هم يعني نسبتها راح تزيد، لان راح تقوم تصنع لي مستوى كلش عالي من اليوريا. فاعيد من جديد، هسه احنا الخطوة الاولى بشكل عام تعتمد على الكاربومايل فوسفيت سانيفيز، وتعتمد على الان اسيتال جلوتاميت. الان اسيتال جلوتاميت يقسم الى نوعين، محفز ومثبط. زين، هسه دا يقول لي انه هذني الانزيمات شو وقت تزيد؟
راح تزيد من تزيد وياها نسبة الأرجينين، ونسبة الأرجينين إيش وقت تزيد؟ من يزيد عندي المحتوى البروتيني اللي أخذه بالأكل، فراح تزيد وياها هاي الإنزيمات وراح تزيد وياها عملية تصنيع اليوريا. هاي أول خطوة. زين، أثناء عملية الجوع همين هاي الإنزيمات راح تزيد. ليش؟ لأن أنا راح تنقطع الكربوهيدرات عن الجسم. أوكي، يعني إنسان قرر إنه هو يجوع نفسه ما يأكل أو يسوي دايت، ما يأكل لا خبز ولا تمر اللي هن يحتوون على الكربوهيدرات. الكربوهيدرات اللي بعدين راح ينتج لي جلوكوز، وجلوكوز راح ينتج لي طاقة للجسم. أوكي، ويتغذى عليه الدماغ. زين، أنا هنا أنا جوعت نفسي، فالجسم إيش راح يبدي يسوي؟ راح يبدي يزيد من هذه دورة اليوريا. ليش؟ على مود راح يحول الأمينو أسيد اللي أخذه من البروتينات، راح يحوله إلى طاقة، راح يحوله إلى ATP. على مود الجسم شنو؟ على مود الجسم يتغذى عليه. فأنا بحالتي، أنا بحالتي الأكل هاي الإنزيمات تزيد، وبحالتي الجوع هاي الإنزيمات همين راح تزيد. بحالتي الأكل هي راح تظل تصنع يوريا، بحالتي الجوع هي راح تصنع جلوكوز على مود الجسم يتغذى عليه. أكو سؤال هنا؟ لا أخويتش. ويدش.